من أغاني التراث والآلات الموسيقية للدبكة كالطبلة، تكون فرقة 47 سول موسيقاها وتمزيجها مع موسيقى الروك، وتقدمها بأسلوب حديث تطلق عليه اسم شامس تيب. طارق وحمزة وولاء ورمزي، أربعة شبان تجمعهم الموسيقى والهم الواحد، أسسوا الفرقة في الأردن ثم انتقلوا إلى بريطانيا لصعوبات السفر التي لطالما واجهوها، وليوصلوا صوتهم إلى جمهور أوسع. أربع موسيقيين جايين كل واحد فينا من فرقة مختلفة في المنطقة، وحبينا نعمل مشروع مع بعض يوحد ويكسر الحدود. للأسف إحنا ما نقدر نكون موجودين إحنا الأربعة في بلد واحد في الوطن العربي، وكانت المملكة المتحدة يعني من أول البلاد اللي قدرنا نسكن فيها ونطور المشروع تبعنا. بالنسبة لنا مهم إن نستخدم الصوت تاع موسيقتنا اللي بمنطقة صوت بلاد الشام وندمجها مع أنواع الموسيقى اللي إحنا منحبها، فمنحس إنه في أهمية لهذا الإشي لأنه الشعبي موجود والمش شعبي موجود، إحنا حابين نعمل المزيج. قضايا وهموم الشباب وطموحاتهم وهواجسهم، بالإضافة إلى قضايا حقوقية كالحرية والعدالة، تتغنى بها الفرقة بحماس باستخدام الطبلة والمجوز الإلكتروني. موسيقتنا هي بالفعل هي مزيج ما بين الصوت الجذوري تاع المجوز والأرغول والصوت التراثي، ندمجها مع الشيء الحديث مع ثقافة الشباب اليوم، إن كانت راب أو ريجي أو أي أسلوب إلقائي مختلف. أعتقد أن المزج بأنواع الموسيقى طبيعي بالنسبة لي. أنا ولدت في العاصمة واشنطن وقد تربيت وأنا أسمع الموسيقى الغربية التي تعتبر عالمية، وعندما عدت إلى جذوري الفلسطينية تعلمت الإيقاع الشرقية، لذا الموسيقى التي تقدمها الفرقة هي مزيج يعكس شخصيتي. مزيج بين فن الدبكة التراثي والموسيقى الحديثة تقدمها فرقة 47 سول التي تأخذ على عاتقها مهمة الحفاظ على المدن الشعبية وتعريفها لشعوب العالم بأسلوب يحاكي تطلعات شباب اليوم وتربطهم بأمجاد ماضيهم. لبرنامج اليوم على الحرة جمان العزاوي، أبو ظبي.